بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم مشائخ العلم وطلبته ورحمة الله وبركاته. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الاجتماع الطيب في هذا المسجد الشريف الذي هو بمثابة درة التاج وواسطة العقل وإنسان العين في هذا المعهد الميمون. وأحمد الله عز وجل على ما سمعناه الآن من منافسة محمودة بين طلاب العلم في استحضار الشعر العربي، والشعر هو ديوان العرب. الشعر من خلاله يمكن للإنسان أن يتذوق الأدب وأن يعرف كيف تكون قيمة الكلام عندما يعبر به. فإن الله سبحانه وتعالى شرف الإنسان بأن علمه البيان، وجعل ذلك سبباً لتفاهم البشر، غير أن هذا البيان يتفاوت بقدر ما تنتقى الكلمات ويربط بينها بنظام يشد بعضها إلى بعض حتى تكون بعض الكلمات التي تصيب الحقيقة والتي تحسن التعبير عن هذه الحقيقة كأنها درر تتلألأ. فلذلك يتفاوت الناس في الكلام، وإلا فالكلام في أي لغة من اللغات إنما يكون مما ألف الناس التعبير به من الكلمات، غير أن النظام الرتيب الذي يشد الكلمات بعضها إلى بعض هو الذي يفضل بعضها على بعض حتى تكون هناك كلمات كأنما هي سحر يسحر به المتكلم السامع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. الكلمات لها أثر كبير في تحويل الناس من اتجاه إلى اتجاه آخر، وفي أي لغة من اللغات يمكن للإنسان من خلال كلماته التي يعبر بها أن يأسر حتى قلوب أعدائه. لقد كان من بين الخطباء المشاهير في عالمنا الإسلامي في القرن المنصرف رجل كان يخطب بلغات متعددة فيأسر القلوب من خلال خطبه التي يلقيها. وكان بجانب هذه الملكة البيانية الدفاقة عنده أيضا قائدا مشهورا له دور تاريخي في تعبئة الجماهير بما كان يلقيه من كلمات تخرج من فيه وكأنها شواظ من نار. هذا الرجل هو من أهل القارة الهندية، ولكنه ولد بمكة المكرمة وخرج منها صغيرا إلى الهند بعدما ماتت أمه بمكة. ولد في عام 1306 للهجرة، 1888 للميلاد، وكان اسمه أحمد خير الدين، إلا أنه في الهند اشتهر بكنية أبي الكلام ولقب أزاد. أما أبو الكلام فلملكته البيانية، وأزاد فلنزعته التحريرية. وكان حتى غير المسلمين يصفونه بأوصاف عجيب، فقد قال غاندي: لقد كان لي الشرف
أن أعمل مع مولانا أزاد في المجال السياسي، وهو رجل لا يدانيه أحد في التبحر في الشريعة الإسلامية، ووطنيته وطنية عريقة كإيمانه بالإسلام. وقد صادف أن وقع خلاف بينه وبين غاندي، فألقى خطابا هز الحزب الوطني هزا، فما جاء مساء ذلك اليوم حتى طلب غاندي جلسة طارئة وقال مؤتذرا: هاكم المذنب يعود تائبا لمولانا. وقد حكم من قبل الدولة البريطانية بتهمة التحريض ضد أمن الدولة، وعندما قرأ ممثل الادعاء لائحة الادعاء وطالب بإنزال عقوبة الإعدام به لأنه تعرض لأمن الدولة وكان على رأس المحكمة قاضي إنجليزي، وتتشكل المحكمة من الهنود البريطانيين، رد على لائحة الادعاء بجواب جاء في 36 صفحة. كان مما قاله في هذا الكلام في هذا الجواب: نعم، إني قلت إن الحكومة الحاضرة ظالمة، وإن لم أقل ذلك فماذا أقول يا ترى؟ إني لا أعجب كيف يطلب مني أن أسمي شيئا بغير اسمه، وأن أدعو الأبيض وأن أدعو الأسود بالأبيض. إني مسلم، ولأني مسلم وجب علي أن أندد بالاستبداد وأقبحه وأشهر مساوئه. إن الإسلام أعلن حقوق الإنسان قبل انقلاب فرنسا ب11 قرنا، ولم يكتف بمجرد الإعلان حتى وضع نظاما لجمهورية الحق بالغا في الكمال منتهى. ولعمري إن مطالبة المسلم بأن يسكت عن الظلم ولا يسميه ظلما مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية. فكما لا ترون لأنفسكم الحق بأن تطالبوا المسلم بأن يرتد عن دينه، فكذلك ليس لكم الحق بأن تطالبوه بأن يسكت عن الظلم ولا يسميه ظلما، لأن كلتا المطالبتين واحد. ثم استمر يرميهم بهذه القذائف إلى أن قال: إن الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة إلى الجرأة والبسالة والإقدام والتضحية بالنفس في سبيل الحق. وذكر الآيات الكثيرة من القرآن والأحاديث الكثيرة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير من مواقف الصحابة وغيرهم. ثم قال: ألا فلتعلم الحكومة الإنجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يرحب بالموت الأحمر ويتغلغل في لجج الدواهي والكوارث ولا يقبل السكوت عن الظلم لا يخيفه قانون 124 من العقوبات الهندية ولا يمنعه من التصريح بالحق وتسمية الظلم ظلما. وبعد ما استوعب كل ما عنده التفت إلى رئيس القضاء فقاله: أنت أيها القاضي ماذا عسى أن أقول لك إلا كما قال المؤمنون من قبل في مثل موقف هذا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وعلى الفور صدر الحكم، ولكن خفض إلى السجن وما سجن إلا 2 سنين وعاد إلى نشاطه. فإذا للكلمات أثر سواء كانت شعرا أو نثرا، ولذلك يجب أن تشحذوا هممكم وأن تمرنوا ألسنتكم على الكلمات البليغة. وخير تعبير إنما هو باللسان العربي الذي اختاره الله تعالى لأن يكون وعاء لكلامه، وأنزل به كلامه الذي خاطب الناس جميعا. فلذلك كانت هذه اللغة التي وسعت القرآن كلام الله سبحانه وتعالى هي أولى بأن يعتنى بها، وهي لغة المسلمين جميعا، لأنها اللغة التي حرر بها الحق سبحانه وتعالى الناس من العبودية لغير الله، وهي في نفس الوقت اللغة التي يخاطب بها العباد ربهم سبحانه عندما يمثلون بين يديه
ليقولوا إياك نعبد وإياك نستعين بلسان عربي مبين. وقد قلت أكثر من مرة بأنه من العار على المسلم أن يتقن لغة المستعمر الذي استعبده ولا يتقن اللغة التي خاطبه الله تعالى بها من أجل أن يحرره من العبودية لغير الله. فشدوا على هذه اللغة واحرصوا عليها وتنافسوا فيها، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وشكر الله لكم وبارك فيكم ووفقكم لما فيه الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.